مساء الخير. سالفة الناصرية صايرة مثل سالفة الاعتداءات التركية والإيرانية، تنقصف تنقتل تنهان كرامتنا وسيادة بلدنا، ويطلع لك واحد يقول لك أنت منطيهم المبرر باعتبارك ساكت عن المسلحين الموجودين على الحدود. نفس الشيء يصير بالناصرية، كل ما يستشهد متظاهر برصاص القوات الأمنية نلقى اللي يبرر ويقول التظاهرة كانت مدفوعة من أحزاب سياسية، لكن بالتالي المدفوع يرجع لبيتهم معزز مكرم، وابن الخايبة اللي طالع يطالب بحقه يرجع مشيول بتابوت. وبالمناسبة حديثكم عن وجود تحريك سياسي للتظاهرات هو يدينكم ما يدين الناس الفقرة، لأنه منو هذه الكتل اللي تخلق فتنة؟ مو كتلكم؟ وعلى شنو؟ مو على مناصب المحافظة؟ يعني نروح ونرجع إلى نفس الاستنتاج، وهو أنتوا اللي تقتلون الناس مو غيركم. ثانيا تعالوا حجولي، حتى لو كانت التظاهرات بها دفع سياسي هذا مبرر أنه القوات تقتل المتظاهرين؟ مثل ما صار الأسبوع الماضي في الناصرية لما استشهد 3 متظاهرين. وخلي أعرض لكم هذه الفيديوهات. يلا شباب. بعد هذه الأحداث صارت خطوة متأخرة بحملة اعتقالات على مثيري الفتن واللي المفروض منتمين للأحزاب السياسية. المهم هذه الأحداث صارت بينما السيدة بلاسخرت كانت تاكل دهين أبو علي بالنجف، والسيد السوداني كان يفتتح معرض الكتاب الدولي. قلنا ما يخالف يخلصون اللي بيدهم ونشوف شنو راح يسوون. تالي رجعنا إلى المثل القائل نفس الطاس ونفس الحمام. تشكيل لجنة حكومية لتقصي الحقائق ولجنة تحقيقية نيابية مثل ما صار بحكومة السيد الكاظمي والحكومات اللي قبلها. وزيدكم من الشعر بيت، الحكومة قررت إعادة العمل بلجنة الأمر الديواني 293 الخاصة بتقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرح التظاهرات. احنا نعرف هذه اللجنة شكلها السيد الكاظمي وخلصوها علينا، سنفعل سنحاسب سنرد حقوق الشهداء، لا أبو علي ولا مسحات. أما على المستوى الحكومة المحلية في ذي قار تم عزل قائد الشرطة وتعيين العميد مكي شناع، وكالعادة السيد العميد بعد تسلم مهامه رسميا أصدر نفس التوجيه الشهير، عدم استخدام الرصاص الحي وحمل السلاح في تفريق التظاهرات. وخلي أذكرك يا عزيزي المواطن بهذا التوجيه وكم مرة صدر. أمثلة سريعة على الماشي نبديها من تاريخ 14/2019، السيد عادل عبد المهدي لما كان رئيس الوزراء قال وضعنا خططا صارمة بعدم استخدام القوة المفرطة والسلاح ضد المتظاهرين، وبوقتها استشهدوا المئات وانجرحوا الآلاف. تاريخ 26/10/2019 وزارة الداخلية صرحت منتسبونا ضبطوا أنفسهم ولم يستخدموا السلاح ضد المتظاهرين. تاريخ 26/8/2020 كذلك وزارة الداخلية عقدت مؤتمر أمني وذكرت جرى التأكيد على عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين. بتاريخ 5/11/2020 رئيس الوزراء السابق الكاظمي صرح من البصرة بأنه طلب عدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين. تاريخ 30/8/2022 أيضا السيد الكاظمي وجه بعدم استخدام الرصاص الحي وحماية المتظاهرين. تاريخ 11/10/2022 ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول صرح بأنه توجيهات واضحة وصريحة بعدم استخدام السلاح. وقبل أحداث الناصرية بثلاثة أيام صرح قائد عمليات سومر بأنه يتم التعامل مع التظاهرات في ذي قار بهدوء وحكمة ودون استخدام السلاح، ومع ذلك استشهدوا 3 وانجرحوا آخرين. يعني بالمحصلة التوجيه شيء والواقع شيء ثاني. وهذا يذكرنا بكتاب محافظة بغداد اللي يصدر كل شهر يحدد به سعر أمبير المولدة، تالي من تروح لأبو المولدة يأخذ الضعف أنت الممنون. زين خلي نعوف الحكومات السابقة ونقول الحكومة الحالية مختلفة. السيد السوداني وبتاريخ 30/10 يعني بعد يومين فقط من تسلم الحكومة لمهامها قال أنه التظاهرات كفلها الدستور وعلى الأجهزة الأمنية تأمين ممارسة هذا الحق. خليني أذكركم انطونا الفيديو. نظامنا السياسي بعد 2003 أساسه هو مصدر السلطات الشعب، قائم على حكم الشعب، والدستور العراقي واضح وصريح في بحدود 32 مادة دستورية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ومن واجب الدولة وسلطاتها كافة
أن تضمن هذه الحقوق. تعرفون مشاكل الدولة على المستوى الاقتصادي والخدمي والمعيشي أدت إلى أنه الناس تعبر عن مظلوميتها، عن مطالبها الحقيقية في احتجاجات. قانون الدستور مثل ما ذكرنا يكفل للمواطن حق التظاهر السلمي. التعاطي معها التعاطي يجب أن يكون بحذر. المهمة أن كيف نحافظ على سلامة أرواح المواطنين المتظاهرين ونأمن لهم هذا ممارسة هذا الحق. هذا الموضوع يؤكد وجود خلل كبير من على مستوى قائد عام يوجه بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وقادة أمنين وضباط ومنتسبين يسوون العكس تماما. وأعتقد يراد شوية نركز على هذا الشيء. الغريب وين؟ اليوم السيد السوداني أصدر بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يذكر به: لقد أضحى تطبيق معايير حقوق الإنسان منذ عام 2003 ولغاية يومنا هذا معيارا لبناء المؤسسات واعتماد التشريعات والسياسات الوطنية. وسؤالنا هنا للمواطنين، هذا الكلام منطقي؟ فعلا معايير حقوق الإنسان مطبقة من 2003 لليوم؟ زين شهداء تشرين وين؟ قمع حقوق أطفالنا بالتعليم، حقوقنا بالرعاية الصحية، البطالة، كرامتنا اللي تنهان يوميا لما نراجع مؤسسات الدولة، هاي كلها وإحنا ملتزمين بمعايير حقوق الإنسان؟ ثانيا، يا تشريعات اللي التزمت بهذا الشيء، قانون جرائم المعلوماتية اللي تريد الكتل تمرر حتى تسكتنا، لو قانون حرية التعبير والتظاهر، عوفك من هذه القوانين بعدها ما كاملة بالنسبة لقانون التقاعد اللي ترك آلاف المتقاعدين بدون رواتب، هذا شنو وضعه؟ أم يطبق معايير حقوق الإنسان؟ أغرب من هذا، السيد السوداني ختم بيان الطويل بهذه الجملة: كل عام والحقوق مصانة وكرامة العراقيين محمية وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بألف خير. وأنا هنا المفروض أختم الحلقة وأقول لكم تصبحون على ألف خير. فاصل، نرجع لكم.